نروح بقى لاخبار الاهلي. النهارده كان في تدريب صباحي للفريق، بكره ان شاء الله اجازه، الخميس اجازه، يوم الجمعه في تدريب صباحي وده جزء من تدريب النهارده، ويوم السبت السفر الساعه 12 الظهر الى المغرب استعدادا لخوض غمار منافسات كاس العالم للانديه. الفريق هيسافر السبت، يوصل الساعه 8 بتوقيت القاهره، عنده تدريب مسائي الحد والاثنين والثلاث، استعداد بقى قبل مباراه اوكلاند سيتي يوم الاربعاء اللي جاي، زي النهارده الاسبوع الجاي ان شاء الله مباراه اوكلاند سيتي. النهارده كولر عمل محاضره مع اللعيبه، عبد المنعم وياسر ابراهيم النهارده انتظموا الحمد لله في التدريبات الجماعيه وهيكونوا ان شاء الله في القائمه النهائيه لكاس العالم، وكمان كان في جلسات استشفائيه لحسين الشحات ومحمد هاني في مران النهارده استعدادا للمرحله اللي جايه ان شاء الله. ضمن يمكن صوره اهي او بعض اللقطات من التدريب الصباحي، ودايما عارفين ان كولر بيشتغل بشكل علمي بصراحه، بيعمل تدريبات استشفائيه في اليوم التالي وبياخد اجازه او بيدي الفريق اجازه بعدها ب 48 ساعه. كريستو ان شاء الله باذن الله نشوفه قريب، طبعا الجهاز الفني بيتمهل في التوقيت اللي ممكن يشارك فيه، وفي نفس الوقت مهم جدا لعيب يدخل مع الفريق ويلعب بشكل جماعي، دي نقاط مهمه جدا بيتكلم عليها مارسيل كولر مع اللاعبين. ناس كتير اكيد بتبعت له وبتسالني على موضوع كهربا، كل ده بالتاكيد هتكلم فيه ولكن بعد الفصل.